انا اتسرق مني تليفون الايفون 15 برو ماكس، واتسرق مايك هوليلاند، اتسرق كمان تليفون شاومي ريدمي نوت 8. انا بقالي فتره كبيره بيحصل لي ابتلاءات كتيره ومش بقول حاجه غير الحمد لله. انا مؤمنه اللي ربنا بيحبه وبيبتليه، وانا بقول الحمد لله والله، وعمري ما اعترضت على اي حاجه بتحصل لي. عمري ما طلعت ان انا عيطت لكم فيديو وقلت حصل كذا وحصل كذا خالص، يعني انا اقول كل واحد فيه اللي مكفيه، فمش محتاجه ان انا ازود حمل على حد. حصل لي موقف، يعني الموقف ده انا بصراحه زعلانه جدا جدا عليه، مش عارفة اعمل ايه. عملت كل اللي اقدر اعمله، وانا حبيت ان انا احكي معاكم. لو حد قدر يساعدني فيبقى كتر خيره، ولو محدش ساعدني يبقى اعتبروها بنقل لكم تجربة سيئة ما تمناش لاي حد انها تحصل معايا. انا لسه راجعه من مطروح امبارح ده اللي هو يوم الجمعه، النهارده السبت. رحت مطروح انا وعيلتي كام يوم، وبصراحه انا كنت مبسوطه جدا وعيلتي كلها انبسطت، لان مطروح من المحافظات الجميله اللي انا بحبها. لكن والحمد لله ما ختمتش برده زي ما هي كانت باديه معانا، ختمت بمشكله معايا. اللي حصل ان احنا رحنا مطروح قعدنا كام يوم، كل يوم كنا بنروح شاطئ مختلف. كانت كل الشواطئ اللي رحناها جميله، من شاطئ قوات مسلحه للغرام، لشواطئ كتير رحناها نظيفه وما حصلناش فيها اي مشكله. احنا رحنا شاطئ كتير وخلاص اكتفينا، فقلنا اخر يوم نروح نركب لانش. وفعلا حجزنا من الساعه 10:30 للساعه 12:30، والفسحه كانت جميله جدا. وكان مكان المرسى بتاع اللانش جنب شاطئ الهنا، قلنا هننزل من اللانش وهندخل اي شاطئ جنب اللانش، والشواطئ اللي جنب اللانش كلها الهنا هنا يعني بس بوابات. احنا نزلنا من اللانش، عدينا اول بوابه، قلنا علشان دي هتبقى جنب المرسى ممكن تبقى المايه بتاعتها مش نظيفه قوي، فدخلنا المدخل التاني. فمن اول ما دخلنا بيعرفونا الاسعار، في شمسيه صف تالت مش عارفه بكام، صف تاني بكام، صف اول بكام. من قبل ما يكمل كلامه ونعرف السعر قلنا له عايزينها صف اول، فجبنا الشمسيتين. طب احنا محتاجين ثالثه عشان الشمس كانت جامده، جابوا لنا شمسيه ثالثه، فاحنا دافعين ثلاث شمسيات. فبسم الله كده اداره الشاطئ خدوا بالهم، او اللي واقفين بياخدوا الفلوس واحنا داخلين خدوا بالهم ان دول معاهم فلوس وبيدفعوا. فدخلنا قعدنا، ومن سوء حظنا ان احنا قعدنا كان ورانا الكافيتيريا اللي هم قاعدين عليها برضو، اللي هم المسؤولين عن الشاطئ وعن الالعاب المائيه. واحنا قاعدين الولاد عايزين ميه روحوا هاتوا، عايزين شيبسيات فوكس والحاجات دي روحوا هاتوا، عايزين عصير روحوا هاتوا، ما خدوا بالهم ان دول بيدفعوا وبيشتروا. بعد شويه بتاع الباراشوت جه، عايزين تركبوا باراشوت؟ احنا عايزين نركب باراشوت. اخر يوم بقى عايزين نعمل كل حاجه احنا كان نفسنا نعملها، حجزنا باراشوت الساعه 4. وكل ده مين مركز معانا؟ اللي قاعدين في الكافيتيريا اللي ورا، اللي هم طبعا اداره الشاطئ مع المسؤول عن الالعاب المائيه. ونزلنا البحر شويه لحد ما يجي ميعاد الباراشوت الساعه 4. وفعلا جت الساعه 4 طلعنا من البحر رحنا الباراشوت، وما فضلش غير اثنين او ثلاثه مع الاطفال، كان زوجي مع اولادي واولاد اختي وفي مرات اخويا، يعني مش اللي احنا مشينا وسيبنا الكل يعني في قاعدين. واللي حصل ان في حد كان عايز يركب البنانا، فزوجي الشنطه بتاعته اللي هي الكروس دي، وكان حاطط فيها بقى كل المتعلقات الشخصيه، هقولها لكم ايه هي الحاجات اللي محطوطه في الشنطه. طلع بس فتح السوسته خد 50 جنيه وقفل السوسته وراح دفع للراجل ال 50 جنيه بتاعت البنانه. هما بقى ركزوا في اللقطه ان في شنطه صغيره في وسط الشنط اتفتح منها واتاخد فلوس، ده اتاخد 50 من على الوش، امال جوه في ايه؟ وراحت تركب البنانه. وجوزي كان بيتابع الاولاد في اللحظه دي، كنت انا خلاص راجعه بقى من البرشوت انا واختي وجوز اختي، وخلاص بقى احنا راجعين، وكانت لسه اللي بتلعب لسه مخلصه حالا، فاللي هو الموقف ما عداش عليه 10 دقائق. فزوجي راجع بيقول لي تركبي بنانه، قلت له يلا نجرب. فبيدور على الشنطه بتاعته، شنطه اختفت. طب خلاص ايه نعمل ايه؟ نرن على الموبايلات، الموبايلات اتقفلت. ايه بقى الحاجات اللي جوه الشنطه؟ اول حاجه كده بسم الله موبايلي ايفون 15 برو ماكس، لسه جايباه ما عدش عليه سنه، كنت جايباه في الوقت اللي هو كان في وقتها عامل 70,000 جنيه. موبايل شاومي ريدمي نوت 9، وفي كمان في الشنطه مايك سعره 10,000 جنيه. حد ممكن يقول لي ايه الحاجات دي كلها انت يعني في حد يروح البحر؟ وكان فيها كمان حوالي 2000 او 3000 جنيه، كان فيها بطاقه زوجي، كان فيها فيز بنوك كتيره، كان فيها الشنطه يعني دي الحاجات القيمه، يعني الشنطه بقى فيها حاجات تانيه بقى نظاره نظر نظاره شمس حاجات تانيه، بس دي اكتر حاجات قيمه. وطبعا اكتر حاجه قيمه اللي هو الايفون 15 بتاعي اللي هو انا لسه ما بقالوش سنه معايا. هو اللي بيسرق الشنطه وكان بيسرق بغرض ان هو يسرق فلوس، اللي هي الشنطه دي فيها فلوس، ما كانش اكيد متخيل انه ممكن يلاقي فيها كل الحاجات دي، هيلاقيها جوه الشنطه. وطبعا لما ابتدينا نتصل ونلاقي كل حاجه مقفوله، لقينا بقى ناس كده جايين لنا من الشاطئ اللي هو من اداره الشاطئ اللي هم اصلا مركزين معانا من اول ما رحنا. وطبعا انا هقول لكم دلوقتي اللي خلاني اقول لكم هم مركزين معانا احنا، انتوا كان في ايه؟ في ايفون؟ لا ما تخافوش الايفون بيرجع، الايفون بدل ما في ايفون الايفون هيرجع. الشنطه كانت موجوده لحد ما يحاسب بتاع البنانه، هو بتاع البنانه ده اللي شايف
سمح ان الشنطه دي فيها فلوس، ومجرد ما احنا مشينا هو خد الشنطه ومشي، وزوجي خد باله ان الولد ده كان قاعد بقى على السجاده اللي مع البنانه اللي هي السجاده وكذا حد بيقعد عليها دي، ولمح وهو كان مدي ظهره بيبص على اللي في البحر، لمح ان هو كان قاعد على السجاده، مره واحده جري مكان ما احنا قاعدين، ومره واحده اختفى، ومره واحده راح قعد تاني على السجاده. بصوا هو في حاجات انا بحكيها لكم في وقتها لو احنا شفناها هنقول عادي، يعني ما هو رايح جاي احنا مالنا، ما يروح ويجي ويجري احنا مالنا، بس احنا بقى بنبتدي نربط الاحداث لما تلاقي بقى ان في سرقه حصلت. فالمهم انا اخويا طبعا جه، وزوجي وزوج اختي اللي هو فين ده، هو ده اللي سرق، هو ده اللي خد الحاجه ده كريم. طب لحظه واحده هندهولكم، زوجي واخويا وجوز اختي كانوا واقفين بعيد شويه عن الترابيزات. الولد لما جه وبيقول لا انا ما خدتش حاجه، وبيمثل هو ازاي انا بروح وباجي وده طبيعتي، جه وقف على الترابيزات بتاعتنا، احنا كنا واخدين 3 ترابيزات، وقف يعني احنا جنبينا شمسيه تانية وجنبينا شمسيه تانية، وهو قاعد يعتبر قدام الترابيزه اللي بعدينا بترابيزتين، لقيته جاي لنا احنا وبيمثل ان هو المفروض بيروح وبيجي، انا دي طبيعتي بروح وباجي وبمشي وباجي وبروح لف من هنا وبمشي من هنا، انا المفروض موجود في كل حته، وبيمثل قدام الترابيزه بتاعتنا. وانا اخويا محامي اول ما شافه عمل الحركه دي قال له انت ايه اللي خلاك تعرف ان الترابيزه دي اللي اتسرق منها الشنطه؟ انا واقف بعيد عنها. لا انا ما خدتش حاجه وما عملتش حاجه. اخويا طبعا عمل بلاغ للنجده، طبعا انا كنت المفروض ان انا اروح استرد لان انا كنت ناسيه الباسورد بتاع الاي كلاود، فكنت محتاجه اعمل استرداد للشريحه، فالمفروض ان انا اروح فودافون وبعدين نروح نعمل محضر. فانا بعد ما طلعت على بره كده وبعدين قلت لا الشاطئ اللي انا اتسرقت فيه هسيب اخواتي واسيب ولادي وفي الشاطئ الحرامي ده اكيد لا مش هقعد، فقلت يغور كل حاجه نروحهم بس الاول اطمن عليهم ان هم روحوا البيت، وبعدين انزل اشوف بقى اجيب شريحه نروح نعمل محضر اي حاجه. احنا كلنا استعدينا وخرجنا وركبنا، اخويا مسافه بس ما خرجنا على الباب ركبنا ورجع تاني بيسال عليه، قالوا له ما نعرفش راح فين، معاكوا تليفون ولا ما عندناش تليفون، معاكوا بيانات ولا ما نعرفش بياناته، هو مش شغال معاكوا؟ لا ده بيسترزق، ده واقف بيسترزق بعد ما هم اصلا كان قاعد معاهم، وده كريم ده امين وما يحصلش منه حاجه. اول ما زوجي واخويا وجوز اختي واقفين بيتكلموا هجوم عليه بقى من اللي هو بتوع الكافيتريات مع بتوع الشاطئ، تحس ان هم عصابه. احنا روحنا النجده جت الشاطئ بيسالوا على كريم، فين كريم؟ ما نعرفش عنه حاجه، يعني احنا ما نعرفش حاجه، ما نعرفش حد اسمه كريم، ده واقف بيسترزق، احنا ما نعرفش حاجه عنه ولا رقم تليفونه ولا اي حاجه. طيب وبيقولوا له بقى ايه يا باشا، احنا كاتبين يافطه كبيره كل واحد مسؤول عن متعلقاته. تمام، ما احنا مسؤولين عن متعلقاتنا مع المصيفين اللي جنبينا، انتوا مش قايلين ان انتوا ذات نفسكم الحراميه، انتوا مش قايلين ان انتوا خلوا بالكم من اداره الشاطئ عشان اداره الشاطئ واللي شغالين فيها هم اللي حراميه اللي بيسرقوا الناس. ايه اللي خلاني اقول لكم بقى ان هم متابعيننا؟ واحد كان جاي شكله لهجته عرباوي لاني ما كانتش مفهومه اللهجه بالنسبة بنا قوي، انا طبعا كنت في البحر انا واختي وكده، فاخويا بيحكي ان هو اخويا قاعد ومعاه زوج اختي بيقول لهم انتوا دافعين بكام الكرسي او مأجرين الكرسي بكام؟ اخويا قال له ده كرسي مع الشمسيه بس لو انت محتاج كرسي تقعد اتفضل. فهو قعد مفيش دقيقتين ثلاثه لقينا اللي جاي من اداره الشاطئ ده بيقول له انت قاعد هنا ليه؟ قال له عادي انا قاعد. قال له هتقعد ادفع، مش هتدفع تتفضل تمشي، يعني هو مركز معانا وعارف ان اللي جاي يقعد ده مش تبعنا، واتفضل امشي يا اما تدفع. موقف تاني حصل برضو معاهم، الولد قال انا عايز انزل البحر انا لوحدي محتاج كرسي بس، والشبشب ده بس انا عايز يعني حد يخلي باله لانه الشبشب 400 جنيه غالي. قام قال له طيب خلي الشبشب معايا وانزل بس هتدفع لي 20 جنيه على الشبشب. قالوا لي 20 جنيه؟ قالوا يعني انت معاك تدفع 400 جنيه ومعكش 20 جنيه تدفع لي الشبشب؟ خلاص خليه وخليه يتسرق. فهم عارفين اللي هم حاميها حراميها اللي هم احنا هنحمي لك حاجتك لو دفعت، لو ما دفعتش احنا هنسرقك ونقول احنا ما خدناش منك حاجه. واللي انا عرفته بقى واحنا في القسم الكل قال ده شاطئ الهنا ده كله حراميه، ده كل يوم يجي لنا السيئه منه، وانا حتى بروح في اي مكان اقول اتسرقت من شاطئ الهنا يقول شاطئ الهنا ده كله حراميه. اهل مطروح انا عارفاهم كويسين جدا وجدعين جدا، وحصل لي موقف كتير جدا معاهم وانا ماشيه من لما روحت فودافون عشان اقول انا عايز استرد خطي وكان زحمه جدا، وعلى طول مشوني لما عرفوا ان انا موبايلي الايفون اتسرق، ولما روحت سنترال علشان ابلغ شفتهم كلهم جدعين. عايز اقول لكم ان اداره الشاطئ شكلهم يعني مغتربين، هم جايين بس ياجروا مكان ولكن هم مش من مطروح، فانا شفت ان اهل مطروح جدعين. طب ليه حد كويس يخلي حد وحش زي دول ياجروا المكان ويسوقوا سمعه المكان؟ كل قال ان شاطئ الهنا كله حراميه، طيب ليه تخلوا ناس حراميه تمسك المكان؟ وعايز اقول لكم ان انا اخويا حتى في واحد اسمه ميدو هناك كمان قال له خد رقمي، لما بقى لقى حكومه ورتب رايحين بيشوفوا الموضوع وطبعا هم هربوه خلاص اختفى من المكان، قال له خلاص خد رقمي واول ما هيظهر او خليك معايا هبقى معاك في التليفون وهقول لك على كل حاجه، ده كريم ده انا اقدر اجيبه على طول. ومجرد ما اخويا مشي
اخويا بقى بيتصل بيه بعديها التليفون اتقفل وما اتفتحش تاني، حتى تليفونهم هم يعني هم واخدين على قفل التليفونات، واخدين على الحوارات بتاعتهم دي. فانا حتى مش عارفه اعمل ايه. انا اتقال لي حطي مكافاه للي يلاقي، حطيت على التليفون اللي اي حد هيفتح التليفون هيظهر له رقم الشخصي وهيظهر له ان انا حاطه مكافاه. الايفون انا عارفه ان هو مش هيقدر يعمل بيه حاجه، اللي سرقه مش هيعمل بيه حاجه لانه مقفول، هيبقى بالنسبه له حديده معاه. ليه تقهرني وتضايقني على حاجه ما بالنسبه لك ملهاش قيمه، ولكن هي بالنسبه لي ليها قيمه وبالنسبه لي هي حاجه مهمه جدا. عايزه اقول لكم والله العظيم انا كنت راحه مطروح السنه دي ما كنت زعلانه على اللي فيها، ان الناس كانت بتشتكي من قله البيع، بتشتكي من قله الناس، الناس بتقول احنا الموسم عندنا كله مضروب، كانوا صعبانين عليا والله. صورت فيديوهات كنت ناويه ان انا انزلها، وكنت مصوره حاجات جميله في مطروح اقول علشان يعني افيد غيري واعرفهم ان ممكن ايه يتعمل هناك. كنت حابه ان انا اظهر مطروح بصوره جميله، انا مش حابه ان انا اصور فيديو زي ده واقول ان انا اتسرقت في مطروح. انا بعد ما اتسرقت انا مش ناويه ان انا اروح تاني، انا عايزه امشي من المكان اللي اتسرقت فيه ده، انا عايزه امشي مع اولادي علشان ما يحصلش حاجه وحشه لينا. انا عايزه اقول لكم ان انا لما اتسرق والله الايفون والله انا ما قلتش غير الحمد لله. فدا اي حد من الولاد واولادي ولاد اختي ولاد اخويا، فدانا كلنا، المهم ان احنا راجعين سلام ما حصلناش حاجه، والله العظيم ما قلتش غير الحمد لله. فتاني انا عامله الفيديو ده علشان لو حد قدر يساعدني، ولو ما حدش قدر يساعدني يبقى خلي بالكم ابعدوا عن شاطئ الهنا، شاطئ الهنا كله حرامية، ابعدوا عن شاطئ الهنا. ولو حد لقى الايفون بتاعي او هم حتى رموه وحد لقاه، انا عارفة ان هو مش هيفيده في حاجة ومش هيقدر يعمل حاجة بيه، يرجعهولي وانا حط رقمي والله وليه مكافأة.